إذاعة صوت العرب من أمريكا تقدم لكم أمراض القلوب. تقديم فضيلة الشيخ محمد المارديني. يأتيكم هذا البرنامج برعاية المركز الإسلامي الأمريكي في مدينة ديربون. المركز الإسلامي الأمريكي في مدينة ديربون يتمنى لكم رمضانا مباركا، ويدعوكم لمشاركته في صلاة التراويح وإفطارات رمضان في مركز الجالية على شارع بلم. ويسعدنا أن نستقبلكم في المركز في كافة المسائل المتعلقة بالأمور الشرعية. تقبل الله صيامكم وطاعتكم، أعاده الله علينا وعليكم باليمن والبركة، وكل عام وأنتم بخير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رمضان كريم. لقاؤنا اليوم سيكون حول صدقة الفطر، هذه الصدقة التي تتوج إن شاء الله هذا الشهر بالكرم وبالثواب من الله سبحانه وتعالى. فهذه الصفة، صفة الكرم، هي صفة القلوب الرحيمة، والثواب عليها عظيم من الله جل وعلا. فصدقة الفطر هي من أجل رفع صيامنا وقيامنا وتلاوتنا للقرآن الكريم في آخر هذا الشهر المبارك إلى الله سبحانه وتعالى، متوجة برائحة الخير والبركة والكرم من قلوبكم. كثيرا ما يتساءل الناس عن صدقة الفطر، متى نظهرها، متى ندفعها، متى نرسلها؟ أقول لكم تستطيعون أن ترسلوها من أول يوم من أيام رمضان حتى تصل إلى يد الفقير الذي يستعد بعون الله تعالى ليستخدمها، والله سبحانه وتعالى سيضاعف لكم منها وفيها الأجر والثواب من 10 إلى 70 إلى 700 ضعف. فصدقة الفطر هي الصدقة التي أمر الرسول صلى الله عليه وسلم أن ندفعها للفقير والمحتاج حتى يسعد معنا في أيام فرحتنا في أيام العيد. كم هي؟ الرسول صلى الله عليه وسلم تركها للوضع الاجتماعي والاقتصادي للمسلمين، قال صاع من تمر أو صاع من بر أو صاع من شعير أو صاع من زبيب. فهذا الاختلاف في هذه الأنواع هي اختلاف في الوضع الاجتماعي والاقتصادي لنا. فأما من حددها ويقول حددوها بـ10، فلتكن هذه الـ10 دولارات هنا في بلادنا العزيزة أقلها، وأنتم عندما تدفعونها وتتبرعون بها وتحسنون بها لمن هو محتاج، فليكن إحسانكم من كرائم أموالكم ومن طيبها حتى تقع في يد الله سبحانه وتعالى. لأنكم تعلمون أن الصدقة لا تقع في يد الفقير أولا، بل إنها تقع في يد الله جل وعلا. ولذلك كانت أمنا من أمهات المؤمنين تعطر الصدقة. قالوا: لماذا تفعلين ذلك يا عائشة؟ قالت: لأنها تقع في يد الرحمن قبل أن تقع في يد الإنسان. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل صدقاتكم لخالص وجهه، وأن يعينكم إن شاء الله في حياتكم ويبلغكم الثواب العظيم. فمن فوائدها أنها تداوي المرضى وتحفظ أرزاقكم. أقول لكم ما سمعتم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أمراض القلوب. تقديم فضيلة الشيخ محمد المارديني. يأتيكم هذا البرنامج برعاية المركز الإسلامي الأمريكي في مدينة ديربون.